أشادت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بالملكة إليزابيث ووصفتها بأنها روح بريطانيا العظمى والصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة. وفي كلمة لها قالت تراس إن الملكة كانت مصدر إلهام للعديد من البريطانيين. نحزن ونؤبن فقدان الملكة إليزابيث ونطالب الجميع بأن يساعده في المسؤوليات التي يتحملها الآن، ونحن نكن له بالولاء كما سخرت أمه خدمتها لسنوات عديدة للشعب. وفي العهد الإليزابيثي كان هناك إنجازات عظيمة لتاريخ بلدنا.